أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أكد أن القطاع المصرفي الكويتي وبعد مرور سنتين على جائحة كورونا بات يتمتع بأوضاع أفضل ومرونة أكثر تمكنه من مواجهة التحديات القادمة. وأضاف الهاشل بشأن نتائج دراسة البيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2021 أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي شهدت نمواً من 85 مليار دينار إلى 91 مليار دينار في نهاية عام 2021، لتبلغ بذلك أعلى مستوى تاريخي لها بنسبة نمو بلغت نحو 6.5%.